الطلبة يهزم كربلاء بهدف وحيد على ملعب المدينة. نتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. سكداء هو أداء بطولي ورجولي، الشق الدفاع كان تنظيم عالي، شق الهجوم كانت به خلل شوية، التغييرات ما وفقنا بها بصراحة، مو ما وفقوا اللاعبين، لا أنا كانت يعني كنت مضطر لهذه التغييرات. أول شيء الحمد لله على كل شيء، هاي حال كرة قدم، فوز وخسارة وتعادل. أنت من اليوم جاي تلعب ويا فريق طلبة، طلبة يعني فريق جماهيري، لعبنا مثل ما طلبنا من عندنا المدرب. أكيد يعني فوز جيد، مباراتين وخاصة اليوم يمكن فريقنا ارتقى بعد أكثر من هذا، لكن الفرص الحقيقة دا يعيب علينا، هو نحصل فرص ودا نضيع الفرص يسوي عندنا شد عصبي ببعض اللاعبين. الحمد لله والشكر، مبروك أول شيء على الأداء، ثاني شيء على النتيجة. نحب أشكر الجمهور لازلنا طبعاً، ألف مبروك، 3 نقاط إن شاء الله ننسى هاي المباراة. في البداية ننتهى الفوز لها الجمهور الوفي اللي أزلنا طول المباراة. المباراة كانت صعبة علينا لأن مثل ما شفت فريق كربلاء كان متكتل دفاعيا. ونتابع ردود أفعال جماهير فريقي الطلبة وكربلاء بعد فوز الأنين. المباراة كابتن العباس عطيها طهم إياه، أنا خسران 1-0 شكل دافع، كل الخسائر يتحملها الكادر التدريبي. يعني نظل احنا نشتكي بس من الحكام، ما عندنا غير بس الحكام، لو الاتحاد لو الحكام، والله الله قبيلهم، اي والله كل من يظلم نادي كربلاء الله قبيله. تدريب العفو هو طيح اللعبه للطلبه، فمن بدل تبديلاته كانت ما ناجحه. والله الفريق استوى صاعد جديد الممتاز، قاعد نشوف اداء زين، بس شويه رادلنا بعد شويه انسجام. اداء كان زين بس الحظ ما حالف بالنسبه للطلبه. فالجزاء ما دقها هسه، كله ظلم وظلم. قول برازيل عاشه، قول التيكي تاكا، اي قبله اللاعبين الطلبه وثور احمد والمهدي كاظم ابو هاله. الف الحمد لله والشكر، النقاط 3 ثمينه. ان شاء الله ان شاء الله من لعبه اللعبه ان شاء الله الفريق يتطور. اليوم الاداء كله زين ان شاء الله، من الفوز الفوز ان شاء الله. الف الف مبروك نادي الطلبه، ان شاء الله عدم موفقه وان شاء الله الاحسن والاحسن. مبروك نادي الطلبه وان شاء الله نحو الاحسن.